ضيفنا النهاردة في برنامج رد الجميل كان نجم كبير، نجم من الزمن الجميل، كانوا بيقولوا له نظر المدرسة، علشان جه في فترة مهمة جدا كان مدير كورة على نجوم كبار كانوا بيسموهم جيل التلامذة، علشان كده هو كان نظر المدرسة. نجمنا النهاردة النجم الكبير الكابتن عزت أبو الروس. كابتن عزت، منور قناة الأهلي، وكل سنة وحضرتك طيب، وطمنا على صحتك. أهلا بيكم، والحمد لله نحمده على كل شيء. طالما الإنسان ماشي على رجله يقول الحمد لله. إيه حكاية نظر المدرسة دي؟ هي دي بداية فترة السبعينات، كان بعد 67 جيل بالكامل تقريبا اعتزل، وكان في الجيل الصغير دول اللي هو المجموعة الحلوة اللي قضت في السبعينات ماتشات جميلة جدا. كان فيها الخطيب مصطفى عبده، مش عاوز انسى اسماء، واكرامي وثابت البطل ومحسن صالح وجمال عبد العظيم وعبد الباقي ومبروك، كان جيل الذهب، وطاهر الشيخ. المجموعه الحقيقه كانت جميله جدا. الفتره دي كانت في شهر 7 73، كان فيها الكابتن عبد الصالح الوحشي وكابتن صالح سليم وكابتن الجوهري وكابتن منير عبد الحميد. في يوليو 73 كابتن استقال عبد الصالح الوحش. في شهر 8 جه هديكوتي، كان هو المدير الفني للجيل ده. جه هو هديكوتي، وكان المفروض يبقى معاه كابتن جوهري. الجوهري الحقيقه كان هو ناظر نظره مستقبليه يعني مدرب كويس. فهو قعد معايا وقال لي لا، انا مش عاوز ابقى مساعد، انا همسك فريق الامل. وكان فريق الامل اللي ماسكه فؤاد شعبان الله يرحمه. ففؤاد شعبان طلع مع هديكوتي ومعهم حازم كرم. وابتدت العمليه تمشي. والحمد لله كانت موفقه جدا.